عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى
يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أسأل الله العلي الأعلى الذي جمعنا في هذا المسجد على طاعته أن يسمعنا في الدنيا على عرفات، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، المسارعة إلى الخيرات في العشر المباركات، المسارعة إلى الخيرات في العشر المباركات، هذا هو عنوان خطبتنا بإذن رب العالمين عز وجل. المسارعة إلى الخيرات في العشر المباركات. أيها الأحبة الكرام، أيها السادة، إن الناظر إلى أمة النبي محمد الأمة تخرج من نفحة وتدخل في نفحة أخرى من عند رب العالمين عز وجل. تأتي نفحة رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ ينتهي رمضان، وما يلبث الإنسان بعد أيام قليلة إلا وتأتي عليه نفحة أخرى من عند رب العالمين عز وجل، ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. سبحان الملك الجليل، وكأن الله عز وجل يفتح المجال، مجال العبادة، ومجال التوبة، ومجال الإسراع إلى الخير أمام العباد. كأن الله عز وجل يقول للعباد: يا من ضيعت رمضان، ها هي نفحة أخرى أفتحها بين يديك وأفتحها أمامك، فهيا سارع وبادر حبيبي في الله. بعد عدة ساعات تدخل علينا هذه الأيام، أيام العشر.
عليه من أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منهما. الله أكبر. انتبه وتدبر، إنها نفحة ربانية على الأمة المحمدية صلى الله على الله هذه الأمة، نفحة من عند رب العالمين. واحمد الله أن جعلك تعيش لكي تدرك هذه النفحة، فقل الحمد لله. فغيرك الآن تحت التراب يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يوما واحدا من هذه الأيام لكي يتعبد لله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، تدبر معي حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، أي العصر الأوائل من الهجرة. ونريد منك أن تتخيل أيام يحبها الله. انتبه، الله عز وجل لما أحب مكة جعل فيها الكعبة، ولما أحب الكعبة جعل الصلاة في الكعبة بمئة ألف صلاة، ولما أحب مدينة رسول الله أحب مسجد رسول الله فجعل الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة. هل انتبهت لهذا المعنى حبيبي في الله؟ ربك الملك الذي خلقك وسواك يحب هذه الأيام، ولله المثل الأعلى. لو أن لك مصلحة فلانية، مصلحة معينة عند فلان من الناس، وقالوا لك أحب الأيام إلي وهو يقضي مصالح العباد في ذلك اليوم هو يوم كذا في الساعة الفلانية، هل ستتأخر؟ والله لن تتأخر. فما بالك بأن هذه الأيام يحبها الله. ولما أحبها رب العالمين جعل العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل فيما سواها، أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. فبادر حبيبي في الله وسارح حبيبي في الله. قلت لك لما أحب الله الكعبة جعل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، ولما أحب مسجد النبي جعل الصلاة فيه بألف صلاة. فماذا لو تقربت إلى ربك بالأعمال الصالحة في هذه الأيام؟ بل إن شئت فقل وانتبه معي إلى هذه اللطيفة، ماذا لو أحبك الله؟ كيف يكون الحال؟ وإذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. لماذا؟ لأن الله أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ماذا لو أحبك الله؟ تريد أن حبك رب العالمين؟ فهيا هيا بادر، هيا سارح بالأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة التي أخبرنا عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة،
هذه الأيام أقسم الله بها. الله عظيم، أسألك الله عظيم، نعم، والعظيم لا يحلف لله إلا بعظيم، سبحانه جل في علاه، العظيم لا يحلف إلا بعظيم، والفجر وليال عشر. قال جمهور المفسرين أن المقصود بالليالي العشر هنا العشر الأواني من ذي الحجة. حبيبي في الله، ربك أقسم بهذه الليالي، ورب العالمين يقسم بما شاء وقت ما شاء على الكيف الذي يشاء، أما نحن فلا نحلف إلا بالله عز وجل. والفجر وليالي العشر، انتبه معي، طبعا الله عز وجل قال والفجر في بداية الصورة، والفجر وليالي العشر، ثم قبل نهاية الصورة رب العالمين يقول يا ليتني قدمت في حياتي. ما الفرق يا سادة ما بين أول الصورة ما بين أول الصورة وما بين ما قبل نهاية الصورة؟ أيها الأحبة، وكأن الإنسان الذي فرط في دنياه في طاعة مولاه مر عليه عام تلو العام، فيه رمضان وفيه العشر الأوائل من ذي الحجة، وهو يفرط عاما تلو العام حتى أدركه الموت، حتى يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت في حياتي، ليتني استغلت هذه الأيام استغلالا طيبا. فلذلك أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل أقسم بهذه الأيام، وهذا إن جل فإنما يدل على عظمة هذه الأيام عند رب العالمين عز وجل، بل سماها رب العالمين بالأيام المعلومات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قالوا بأن الأيام المعلومات هي أيام ذي الحجة. أيضا أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل جعل الثواب مضاعف في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيها، في رواية أحب إلى الله، وفي رواية أفضل عند الله، وفي رواية أزكى عند الله من هذه الأيام. إذن هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل عند الله، أزكى عند الله، أحب إلى الله عز وجل. في هذه الأيام في العشر الأوائل من ذي الحجة فيه يوم التروية، هو أول أيام الحج أو أول أيام أعمال الحج، اللهم ارزقك الحج يا رب العالمين. فيه يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم أن يتجلى رب العالمين على العباد ويباهي بعباده الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شرفا هبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه الأيام يا سادة فيها يوم النحر الذي قال عنه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من أفضل الأيام، إن أفضل أيام الدنيا يوم النحر كما أخبر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فيها فريضة الحج، فيها ميقات لذبح الأضاحي، وفقته لنا رب العالمين سبحانه وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام أيها الأحبة الكرام، العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأوائل من شهر رمضان، وانتبه إلى ذلك التفصيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله تراه، ليالي العشر الأوائل من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، ونهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل عند الله من
يتجمع جميع العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، جميع العبادات لا تجتمع إلا في هذه الأيام فحسب، لأن الحج أشهر معلومات. انتبه، فإن هذه الأيام هي الأيام التي كلم الله عز وجل فيها سيدنا موسى، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قالوا هذه العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة، تخيل أيام يتجلى فيها رب العالمين عز وجل، أيام يتكلم فيها رب العالمين عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. أيها الأحبة الكرام، إن خصائص هذه الأيام كثيرة، ولكن أقول مع أن فضائل هذه الأيام عظيمة، إلى أنك ترى كثيرا من المسلمين إلا ما رحم رب العالمين يفرطون ويضيعون في هذه الأيام. ولذلك لماذا نحصر العشر؟ سؤال لا بد أن نتدبره. لماذا نحصر العشر الأوائل من ذي الحجة؟ أولا لجهل بعض الناس بفضائل هذه الأيام، بعض الناس لا يدري فضائل إلا فضائل شهر رمضان فحسب، فإذا انتهى شهر رمضان لا يعلم أي فضائل عن أي أيام بعد ذلك. ولذلك حبيبي في الله، لا بد عليك أن تتدبر في هذه الفضائل. يكفي أن نفض هذه الأيام أحب إلى الله عز وجل، والأعمال الصالحة يحبها رب العالمين خاصة في هذه الأيام. إذن السبب الأول الذي يجعل الإنسان يضيع هذه العشر الجهل بخصائص وفضائل هذه العشر. الأمر الثاني الذنوب والمعاصي. ذهب رجل إلى سيدنا الحسن البصري وقال: يا أبا سعيد، أردت طهوري ولم أقوم إلى الفجر. تجهز الوضوء بداية قوم تصل الفجر. اسمع، يا من طلب المنبه ومع ذلك لم تستيقظ، اسمع، سأجعلك تضع يداك الآن على المرض الخطير. قال: يا أبا سعيد، طردت ظهوري ولم أقوم، باخذ بالأسباب، أنا بدري وأصلي بنفسك، وباخذ ولا أمشي لصلاة الفجر. فقال له الإمام: قيدتك ذنوبك. عرفت ليه ما صليتش الفجر النهارده؟ مع انك صليت بنفسك، ومع ذلك ما صليتش، مع انك نايم بنفسك، ومع ذلك لم تستيقظ لكي تصلي. هل علمت حبيبي في الله؟ قال: قيدتك وقيد الذنوب اكثر من القيد الحديد. اي وربي، قيد الحديد امره هين، اما تقييد الذنوب ان تقيدك عن الطريق الى رب العالمين عز وجل. فاحذر، من الممكن ان تحرم من الطاعه في العشر الاوائل من ذي الحجه بسبب الذنوب والمعاصي. ولذلك موقف الامام الشافعي ليس عليكم ببعيد. الامام الشافعي كان في صغره كان اذا اراد ان يحفظ القران بنظرة واحدة في الوجه، يعني يفتح المصحف مرة واحدة، مرة واحدة حتى لا يختلط الحفظ. يا الله، والله الواحد يتعجب من هؤلاء، حتى لا يختلط الحفظ كان يضع يداه على الوجه الآخر عشان حتى لا يدخل الحفظ في بحره البحر. في يوم من الأيام رأى كعب الوعد ونظرة الأولى وبدون نظرة كعب الرأي. يا الله، أسأل الله على أن يذكر بناتنا ونسائنا. قل آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. رأى كعب الرأي يفتح الإمام المصحف وينظر أين الجميع.
ثلاث أو منه نظرة واحدة، ومع ذلك يحاول مرة والأخرى والثانية. أين الآن؟ لا يستطيع أن يحفظ. ذهب إلى شيخه ولذلك قال: شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي بأن العلم نور ونور الله لا يتابع عاصي. انتبه، هل علمت لماذا قرنت من لذة القيام؟ هل علمت لماذا قرنت من قراءة القرآن؟ هل علمت لماذا لا تفعل الخيرات وترى نفسك في تكاسل؟ قيدتك ذنوبك يا عبد الله. إذن السبب الثاني الذي يجعلنا نخسر هذه الأيام الذنوب والمعاصي. السبب الثالث مرض خطير ألا وهو يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم. هذا الملك عنده طول أمل، يقول سنة جاية مش فاضيين، ورانا السياسة، ورانا المقامات، ورانا ملك جاية، الله المستعان. يعدهم ويمنيهم، ليس عندنا وقت، ليس عندنا وقت. يقول عم الشيخ اصل بدك من الجامعة، طب تعرفش الجامعة عم الشيخ والبنات بتوع الجامعة والمعاصي في الجامعة. يا صاي طريقك إلى النجاح أن تطيع رب العالمين عز وجل ولا تمشي وراء أمامي الشيطان. الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلذلك حبيبي الله احذر من هذا المرض، مرض يعدهم ويمنيهم. السبب الرابع الذي يجعلنا نخسر هذه الايام ايها الاحبه الكرام عدم الصحبه الصالحه. تقول لصاحبك بعد الشباب، يقول لصاحبك ساصوم من يوم الاحد القادم، ساخذ هذه الايام الاولى كلها من شهر ذي الحجه. يقول لصاحبك يا عم شددش على نفسك، عشان نعرف نتفسح كفايه عليك. ثم رب كريم يقول له ساخذ صدمه في هذه الايام. يا عم الشيخ مشي لسه رمضان ما جاش، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. المؤمن ان راك على طاعه شجعك، وان راك على معصيه نهاك عن هذه المعصيه. ايضا ايها الاحبه الكرام، نخسر هذه الايام بسبب كثره الفتن التي تحيط بالانسان، سواء كان فتن شهوات او فتن شبهات. ايها الاحبه، كيف نموت بهذه الايام؟ وكيف لا نضيع هذه الايام؟ هذا ما سنعرفه بعد فتره الاستراحه. اقول ما تسمعون واطول وفي الله واستغفر الله لي ولكم. ومن صار على هذه
الله وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحبة، كيف نكون بهذه الأيام؟ وكيف نستغل هذه الأيام استغلالا صحيحا؟ بداية لابد عليك أن تعترف أن إدراكك هذه الأيام فضل ونعمة من عند رب العالمين، أليس كذلك؟ هذا لابد عليك أن تعترف به، أن إدراكك هذه الأيام فضل من عند الله عز وجل ورحمة من عند رب العالمين، وسماؤك الآن عن فضائل هذه الأيام إنما هو محفوظات رب العالمين، ومنا من عند رب العالمين فكل الحمد لله. أيها الحبيب الذي كيف نقول بهذه الأيام؟ أولا أن تعظم أمر الصلاة. يا ربي، فما فائدة الصيام بدون الصلاة؟ أن تعظم أمر الصلاة، الصلاة التي ضيعها كثير من المسلمين إلى ما رحم رب العالمين سبحانه جل في علاه. ولذلك الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهر الدماء بأحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هيبقى من نهره شيء؟ فقالوا: لا يبقى من نهره شيء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. يا مفرط في صلاتك أقم صلاة خطب لبناتك، يا مفرط في صلاتك أقم صلاة خطب لبناتك. لماذا التزول؟ ولماذا التفرط في أمن الصلاة؟ أول ما يحاسب عليه العبد من أمره يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أيها الأحبة الكرام، فبداية لابد علينا أن نعظم أمر الصلاة. حينما تسمع الله أكبر، أكبر من يوم الفتح، أكبر من تجارتك، أكبر من مهنتك، أكبر من أولادك، أكبر من كل شيء. عظم الصلاة في قلبك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، فإنها من تقوى القلوب. فبداية عظم أمر الصلاة يا عبد الله. كيف نفوز بهذه الأيام؟ الصيام، أن تحافظ على الصيام في هذه الأيام في 9 الأوائل من ذي الحجة، لأن صيام العشر حرام. وسبحان الملك الجليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وفي رواية: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة. حافظ على الصيام يا عبد الله. والحمد لله النهار الآن لم يكن شديد الحرارة كمثل رمضان، وحتى وإن كان مثل رمضان فمن الذي أعاد من صيام رمضان؟ الله عز وجل. وإن الذي سيعينك على صيام هذه الأيام هو رب العالمين سبحانه جل في علاه، فلا تفرط حبيبي في الله، واعلم أن الصيام ينجيك من فتن الشهوات والشبهات. وليس الكلام كلامي إنما هو كلام النبي محمد. اسمع، الصيام ينجيك من فتنة الشهوات. قال النبي محمد: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البلد فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، عليه بالصيام. ايضا يذهب عنك وسوسه الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر، والمقصود بشهر الصبر الا هو شهر رمضان، ثم صيام 3 ايام من كل شهر تذهب وهر الصدر، اي تذهب
أيها الأحبة الكرام إلى الأعمال الصالحة قراءة القرآن. آخر مرة فتحت المصحف في نصف رمضان، وبعد رمضان انتهى النظر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكأنه رمضانيا وليس ربانيا. أقول لك في هذه الأيام افتح حسمة لله عز وجل، وافتح أن تقرأ كتاب رب العالمين، وتفهم واستشعر القرآن، لأن هناك قرآن يشفي، وقرآن يكون سببا في الشفاء، وقرآن يكون سببا في العلو، وهذا موضوع كبير بإذن رب العالمين سنتعرض له بعد ذلك، كيف نتدبر هذا القرآن. فأقول لك حبيبي بالله حافظ على قراءة القرآن، أيضا أين أنت من الذاكرين والذاكرات، حافظ على ذكر رب العالمين. لأن المنافق يذكر، ولكن وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن فهو يذكر الله بكثرة، ولذلك قال رب العالمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. فلذلك حبيبي بالله اقل على ذكر رب العالمين عز وجل، ايضا انفق تسعد، انفق تسعد، تصدق تسعد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقه قران. تصدق في هذه الايام لان الثواب مضاعف عند رب العالمين سبحانه، تصدق ولو بالقليل. ايضا كيف نستغل ونفوز بهذه الايام؟ عليك بالدعاء، ولا تنسى الدعاء الذي قلناه في اللقاء الماضي، اللهم انه قسما على العرض فلا تحرمنا من الندم. في النهايه ايها الاحبه الكرام، صدق او لا تصدق، انا اريد منك ان تسمع هذا الكلام بقلبك، قل ما قلته شيء وما ساقوله على حضراتكم الان شيئا اخر. صدق او لا تصدق، هل تعلم أن في هذه العشر الأوائل من الهجرة تستطيع أن تحصل على 70 حجة، 70 حجة و60 عمرة؟ من يشتري 70 حجة و60 عمرة؟ سبحان الله، كيف ذلك؟ هيا بنا ندخل الى مدرسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي نعلم. اقول في 10 ايام 70 حجه، وانظر الى الحج الان كم يتكلف وليس موجودا، وانظر الى العمره الان كيف تتكلف وليس متوفرا الان. حبيبي بالله في هذه العصر 70 حجه و60 عمره، هل انت مستعد؟ هل تقبل العرض؟ هذا العرض يحتاج الى قلب، افتح قلبك لكي تاخذ هذا الكلام في قلبك يا عبد الله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مشي في صلاه مكتوبه بالجماعه كان له كاجر حجه. صلاه مكتوبه تذهب اليها في جماعه يكون لك كأس حجة. الله أكبر، هذه صلاة في اليوم كم صلاة؟ 5 صلوات. في 10 أيام كم صلاة؟ 50 صلاة. بكم حجة؟ كلام النبي محمد لا تستعجل، هذه لو أن هذه الحسبة حسبة مؤاسة عادية كان يقول أن الكلام فيه شك، ولكن إنما يأتي الكلام من النبي أليس
ليس فيه شك، ولكن نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع اننا نسمع ولم يوفق لهذا الاجر الا من وفقه رب العالمين عز وجل، فالكل يعلم ان الجنه حق والنار حق، ومع ذلك ترى اناس يسارعون الى النار، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاذا عندنا الصلوات الخمس 50 صلاه في 10 ايام، كم حجه؟ ب50 حجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة في 10 ايام، 10 حجج مع 50 60 حجة كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع ايضا كيف تحصل ال10 حجج حتى تستكمل 70 حجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه كان له كاجر حاج. اذا ذهب الى المسجد لكي تسمع عن الله وعن رسوله او تعلم الناس كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون لك كاجر حاج. وهذا هو كلام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن 70 حجة في 10 أيام، وذلك فضل الله، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى إلى صلاة تطوع صلاة نافلة، أنت تذهب لكي تصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تصلي الفرض وتصلي النافلة، ومن مشي إلى صلاة نافلة كان كأجل عمرة. الذي يذهب إلى صلاة نافلة فأنت تذهب اليوم 5 مرات حجة وعمرة في كل صلاة بفضل رب العالمين، كما أخبرنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا حبيبي الله، هل تشتري 10 بيوت في الجنة؟ هل تشتري وتأخذ 10 بيوت في الجنة؟ هل تقبل هذا العرض؟ كم يكلفك هذا العرض؟ انظر حبيبي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. السنن الرواتب، السنن المؤكدة: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر أو العكس، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه 12 ركعة التي أخبرنا بها المصطفى محمد، حينما تصليها في اليوم والليلة يبنى لك بيت، وليس أي بيت، إنما هو في الجنة. أيضا حبيبي بالله، هل تريد 700,000 صلاة ملائكية؟ 700,000 صلاة من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة في الصباح إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمشي. هذا في اليوم في 10 أيام 70. سبحان الملك الكريم، هل تريد مليارات؟ تريد مليارات الحسنات؟ تريد؟ الكل يريد؟ قلنا نريد مليارات الحسنات. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له لكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يغفر لك لكل مؤمن ومؤمنة حسنة. هل تستطيع أن تعصي المؤمنين والمؤمنات؟ هذا مقدر. ليس المؤمنين والمؤمنات الذين يمشون بعد الأب حسب، لا، بل مقدر أن صرف الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى لو قيل أكثر من ذلك أقول لمن أراد أن يغفر.
لا تأخذ شيء من أظافرك ولا من شعرك في أول يوم من الحجة، ولكن يجوز لك أن تأتي زوجتك في الحلال الطيب فالمحظور عليك أن تأخذ شيء من أظافرك أو شيء من شعرك، ولكن بعد ذلك إذا أردت أن تأتي زوجتك في هذه الأيام فليس عليك بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا وتقبلنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر ذنوبنا، اصلح عيوبنا، تول أمورنا، أحسن خاتمتنا، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكف الكرب عن المظلومين، يقضي الدين عن المدينين، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا. اللهم ارحمنا في قلوب عبادك حبا وودا وقبولا. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، ارزقنا الاخلاص في السر والعلن، ارزقنا العمل بما كنا وبما سمعنا يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واذهب الهم والغم والحزن من قلوبنا، اذهب الهم والغم والحزن من بيوتنا، اذهب الهم والغم والحزن من مصرنا. اللهم اجعل من مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجي مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من اراد مصرنا بسوء فاجعل بينه في لحنه، واجعل تدبيره في تدبيره، ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم وفق جيشنا وسلطتنا وشعبنا لكل ما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لكل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وارزقهم التوفيق والرشد لكل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صب على مصر الخير صبا، اللهم صب على مصر الخير صبا، اللهم طيب مصر امر رشد يا رب العالمين، يعز فيها اهل طاعتك يا رب العالمين، ويهدى فيها اهل معصيتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحج والعمره يا رب العالمين. اللهم انه قادم على الحج فلا تحرمنا من الاجر، اللهم انه قادم على الحج فلا تحرمنا من الاجر، واكتب لنا الاجر كاملا يا رب العالمين، ولا تحرمنا من الاجر بسبب ذنوبنا يا رب العالمين. تقبل منا وتقبلنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما ادراك على ذلك. Wow.